لان برنامجنا عبرة في لقطة، فالمشهد اللي احنا شفناه كان كل عبرة، عبرة جميلة وعبرة رائعة. المشهد بيقول ان انت في وسط 5 شخصيات كلهم على غير التوقع. ال5 شخصيات تعالوا نحللها كده شوية. نحلل شخصية مجدي احمد حلمي الرائع، وشخصية دينا او دنيا سمير غانم اللي عملتها باتقان، وشخصيتين التانيين او الشخصيات الرجلين اللي موجودين عملوا برضو شخصيات رائعة. شخصية واحد مهزوز، وشخصية تاني واحد بيحب ان هو يعمل طردية لشريك حياته. احنا الشخصيات دي كلها نحطها في التحليل او في التقييم بتاعنا احنا النهاردة، تقييم الوهم. تعالوا نقيسها كده على فكرة الوهم بتاعنا، تعالوا نقول هم عاملين ازاي معانا. نقول احمد حلمي كان شخص رائع وموهوب جدا، ولكنه يفتقد الى التقييم، التقييم الذاتي. الوهم الاول نقوله هو ايه؟ الوهم هو التوقع غير الحقيقي. التوقع غير الحقيقي يعني انا بتوقع حاجة غير حقيقية. انا كأني ماشي على المية، زي ما قلت في اول البرنامج انا ماشي على مية، انا فاكر ان المية دي حتة ارض ماشي عليها، ولكن بلاقي نفسي بغرق. هو ده الوهم، الوهم ان انت بتمشي على غير الحقيقة في غير اولها. طيب ايه الحل؟ احمد حلمي مثلا لما جاء في الفيلم اكس لارج كان واثق من نفسه جدا، واثق ان هو بجسمه الضخم ده هيقدر يعمل كذا وكذا وكذا، هيقدر يقنع جميلة بقول انا احبك. لا، نوقع على غير الحقيقة. دنيا سمير غانم او دينا في شخصينا ان هي فعلا اعجبت بيه واعجبت ان هي هتحب. طيب الوهم ده كان مبني على اساس ايه؟ على اساس خداع ذاتي، خداع للنفس. انت بتخدع نفسك، وده المشكلة اللي كتير جدا مننا بيقع فيها. وده برضو اقول لكم سر، ده المشكلة اللي بنقع فيها احنا في مجتمعاتنا كلنا، المجتمعات العربية او الغربية منها كمان، بتقع في مشكلة الوهم. الوهم التقدير الذاتي، تقدير الذاتي على غير الحقيقة، وتقدير اللي قدامك على غير ما هو عليه. يعني افاجأ بتوقع عالي قوي من اول الحياة، اقول ان انا حياتي متوقعة ان انا هكون رائع جدا مع شريك الحياة، او زي ما انا بقوله رفيق الروح، في الحين ان انا لا، التوقع على غير الحقيقة، على غير اللي موجود تماما. انا اخترت غلط ودخلت في العلاقة غلط، وبدأت فعلا اقول ان انا غلط، وده بسبب الوهم. تعالوا مثلا نقول الشخصيات اللي موجودة. احمد حلمي، احمد حلمي كان رجل رائع يمتلك الموهبة، يمتلك القدرات ان هو يكون انسان ناجح، ولكن وهمه ان هو الجسد هو العائق قدامه، خلى الوهم ده يحجب انطلاق. يعني اسمه تقدير الذات بالصفة السلبية. هو شاف ان هو جسمه عائق كبير جدا قدامه بتقدير ذاتي سلبي، في حين ان في شخصية تانية فيها تقدير ذاتي قوي جدا وعالي جدا، وهي الاستاذة دنيا سمير غانم في شخصية دينا. لما جت في اول الفيلم لاخره قالت ان هي فعلا عندها هدف محدد من اول الفيلم، عندها هدف ومحددة. ده بيقول لنا ان التوقع بتاعنا لازم يكون واقعي، ما تتوقعش حاجة هلامية او حاجة غير حقيقية بالمرة. تعال مثلا نفكر شوية ايه اللي بيخلي التوقع بتاعنا غير حقيقي. احنا لما بنوهم نفسنا بالقدرات، او نوهم نفسنا بتطلعات بتاعتنا، احنا انا محتاج ان انا اتطلع ان انا اكون رائد فضاء مثلا، بس تعالى شوف هل انا بعرف ان انا اطير؟ لا. هل بعرف ان انا اقعد في الطيران مثلا 10-15 ساعة؟ لا. طب كيف ان انت تقدر ان انت تطير 14 ساعة او 14 يوم اسف، تقدر تطيرهم ازاي لحد القمر مثلا؟ ده توقع على غير محله. يبقى اذا انت تقدر ان انت تدير حياتك بتوقعك الحقيقي. الوهم اللي بيحصل في المجتمع بتاعنا كله وهم.